ارجع مع حضراتكم تاني، بس قبل ما اتكلم في الاخبار الحقيقه في كام نقطه كده برضو مهمه، مهم ان الواحد يعني يتكلم فيهم، لان دورنا من خلال قناه نادي الزمالك ان برضو نرد على بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني غير منطقيه. شفنا برضو كالعاده شائعات كتيره جدا تخص مثلا فكره ان اللعيبه التجديدات، لان في ملف مهم جدا، ملف ان في لعيبه عقودها هتنتهي مع نهايه الموسم ده. بس المعلومات اللي عندنا واللي اتعودنا عنه او الفتره اللي فاتت خاصه بعد الانتخابات الاخيره وتولي مجلس الاداره الجديد، ان كل حاجه بتتعمل او بيتكلموا فيها في وقتها. لكن زي ما قلت لكم دايما يمكن ساعات كتير بيحبوا يعني يكلموا كلام جانبي شويه، ودورنا ان احنا نرد ونوضح. بس عايزين نفتكر العدل الفتره القصيره الماضيه ان احنا شفنا ان كل حاجه تم الكلام فيها كانت بتتعمل وفي وقتها وبشكل منظم وبشكل معلن، فده يطمننا شويه ان كل حاجه في وقتها لكل حدث حديث زي ما بيقولوا. طب عندنا لعيبه طبعا عقودها هتنتهي، لكن في يعني حوار مفتوح معاهم، بس مش باقي غير اعلان عن التفاصيل او الامور تبقى محدده اكتر يتم الاعلان عنها. كتير طبعا ممكن يكونوا بيتمنى يبقى في رغي كتير حوالين القصه دي، تشتيت لبعض اللاعبين. دايما في اخر 6 شهور في اي نادي او في اي عقد لاعب في اخر 6 شهور تلاقي الكلام مكتر كتير، نوع من انواع التشتيت يخلي اللعيبه تخرج عن تركيزها. لكن اعتقد ان عندنا في الوقت الحالي احنا اذكى من ده في التعامل مع الملفات دي، وده شفناه زي ما قلت لكم في الفتره اللي فاتت، سواء لعيبه مشيت بهدوء، سواء عقود انتهت مدربين بهدوء، سواء عرفت تدعم فرقتك بهدوء، ولما تمت الامور تم الاعلان عنها. فمش عايز نقلق من القصه دي، كل حاجه ان شاء الله بتدرس بشكل منظم وهادي كمان وفقا والتنسيق مع مستر جوزيه جوميز المدير الفني، عشان بياكدوا على اختياراته وكمان الاحتياجات الفنيه للفريق الفتره اللي جايه. لكن يعني كل الامور ماشيه في يعني اتجاهها الطبيعي الحمد لله، وعارفين ان عندنا لاعبين مهمين جدا جدا عقودهم هتنتهي السنه دي. وزي ما قلت لحضراتكم يعني ان شاء الله بطمنكم ان الامور ماشيه بشكل جيد بخصوص ملف التجديدات عموما. يعني كمان من الحاجات اللي كان فيها برضو كلام شحات، عندنا بعض اللاعبين برضو اللي عندهم اعاره وفي بند تفعيل انه ممكن تشتريهم او ممكن تعتمد عليهم الفتره اللي جايه. الحقيقه شحاته طبعا محمد شحاته المنضم من نادي طلاع الجيش اعاره وفي بند تفعيل في عقده اعتقد 10 مليون جنيه على ما اذكر يعني. فالبند ده كمان يمكن في بند تفعيل، شحاتة نور بسم الله ما شاء الله، طبعا لعبوا بتشيرت نادي الزمالك وفي بطولة افريقيا الكونفدرالية، وكمان تميزه والثقة والخبرات الكبيرة اللي خدها في فترة قليلة. الحقيقة برضه هو اثبت نفسه بشكل كبير جدا، وبقى عارف يفرض نفسه على الجهاز الفني وبقى ستاندنج، حتى لو ما بدأتوش بتنزله وبتعتمد عليه بشكل كبير، وكمان تقدر تغير من مركزه، ودي من الحاجات المهمة جدا في سعر اي لعيب، او ان انت حتى تكون في طريقة اختيارك وانت بتجيب لعيب صغير. بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا مع المنتخب الاولمبي، وعامل جون النهارده وعامل صناعه هدف، ثقه كبيره جدا ابتدت يعني تبقى عند محمد شحاته. بيتقل اللاعب لما بيلعب قدام جماهير كبيره ومع نادي الزمالك بتشيرت نادي الزمالك والقيمه الكبيره، فهنلاقي ان نحس ان في نضج وتطور بشكل كبير. يمكن في فتره قصيره اللي زي شحاته دول لو لعبوا كمان سنه وسنتين مع الزمالك هتلاقيه باذن الله منور بشكل كبير، كمان خد بطوله وساهم في بطوله الكونفدراليه. فبرضو عشان الكلام اللي موجود والخوف من تفعيل بند الشراء، خلينا برضو نتكلم ان لا، الامور يعني الناس واخده بالها بشكل مميز جدا عندنا في مجلس اداره، وعارفين ليهم ايه وعليهم ايه، فعارفين ان شحاته يعني اثبت الفتره اللي فاتت ان هو مهم، فاي حاجه تخص محمد شحاته هتكون مدروسه وهتعلن في الوقت المناسب. وخلينا برضو يعني نتذكر ان احنا عندنا وقف قيد، لكن ما بنرغيش فيه كتير، لان عارفين ان كل حاجه ليها وقت واوان زي ما قلت لحضراتكم عليها، لان كمان احنا عندنا اولويات كتير قوي. من ضمن الاولويات مفيش شك فريق كره القدم بكل تفاصيله، سواء من يعني تفعيل بند شراء او تجديد عقود لاعبين او كمان استخدام لاعبين للتدعيم، مفيش شك ان دي كلها امور في ذهن مجلس الاداره والجهاز الفني، خاصه احنا شفنا الروح وشفنا الكلام ده من يناير اللي فات، وشفنا التغيير السريع والصعب والمفاجئ مع وقف قيد والتحول السريع، وتجيب عندك 10 لعيبه حته واحده، دي ما بتحصلش في فرق كتير، وكمان منهم ناس يبقى ليهم تاثير وبصمه في الفتره القصيره اللي فاتت. فما بالك بقى لو احنا بنشتغل في وقت مريح، وكمان مثلا بتشتغل بس على ان انت عايز احتياجاتك بالظبط لاعب ولا 2 أو 4 حتى. فيعتقد ان كل حاجه تبقى في اوانها، واعتقد ان كل حاجه مدروسه، واعتقد كمان انا بطمنكم يعني بحيث ان ما ننجرش وننزلق ورا فكره ان في كلام كتير وشائعات كتير، احنا متعودين دايما شائعات، لكن اتعودنا برضو في فتره قصيره
تغيير الصوره الذهنيه. اتعودنا في فتره قصيره اللي فاتت الماضيه دي ان في كلام بيتقال بيتعمل، مفيش حد بيقول كلام ما بيتعملش، الكلام اللي بيتقال مسؤول عنه ومدروس وبشكل منضبط وبشكل واضح وبشكل معلن وبشكل كمان يضمن حقوق النادي، لان شفنا في فتره من الفترات كان في اهدار لحقوق النادي للاسف، ولحد دلوقتي طبعا بندفع ثمنها، مش عايزين نغوص في التفاصيل دي تاني. فيعني اعتقد ان شاء الله ان الامور هتبقى يعني في اتجاهها الطبيعي بامر الله.